بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما ظبطنا حاجات كتير في الشغل بتاعنا، عايزين نهوم بقى الدنيا دي كلها. يعني المفروض في الميدل ان شاء الله نحاول نشغل بقى الايه النافيجيشن بتاعتنا كلها. فأول حاجة هخش على جوه المين اكتيفيتي بتاعتي واقول له سيت سبورت اكشن بار على ان هي تبقى تول بار. ماشي، تول بار دوت اسم الكنترول بتاعنا. مش شايفه ليه؟ هنشوف دلوقتي، نروح نشوف كده الاي دي بتاعه كان مكتوب صح ولا لا. اروح على الكونتنت مين واشوف التول بار بتاعتي كنت مديها اي دي ايه. وير 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 الاد بار لي اوت، انا عايز التول بار ذات نفسه. التول بار ايه ده؟ مش مديله اي دي، مديله اي دي، معلش الاي دي بتاعه هديله ايه؟ الاي دي هسميه تول بار، كله سمول كده تمام. فانا دلوقتي عايز اخش على المين اكتيفيتي تاني واقول له ايه؟ سيت سبورت اكشن بار، التول بار اللي انا مظبطه تمام. فهو كده المفروض هيشوف التول بار اللي انا مظبطه هناك، فهيتحط هيترسم بقى التول بار الشريط اللي فوق تمام. الشريط اللي فوق هيبدا يترسم بالشكل اللي احنا عملناه. وهعرف التوجل باتن، ايه التوجل باتن ده؟ عشان ادوس يفتح، ادوس يقفل، ادوس يفتح، ادوس يقفل، خلاص. فياخد معاه دايما ايه؟ ستيت، يا اما اون يا اما اوف. واخدين بالكم؟ دي التوجل باتن. فاقول له التوجل ده بيساوي ايه؟ هروح على الاكشن بار درور توجل. الاكشن بار اللي فوق عايز اعمل درور توجل عشان يبقى فيه باتن بيتداس عليه تمام. قال لي هيطلع معايا تو ذس، دي الاكتيفيتي اللي احنا فيها اللي انا عايزه يخرج معاها. وهيقول لي طيب بعد كده هقول له ايه؟ من دروبل انا عايز اصلا اجيب ايه؟ عايز اجيب في الاكشن بار ديت اقول له الاكتيفيتي دي درور لي اوت، ارجعكم ليها عشان تشوفوها. كانت موجوده في الكونتنت مين. فين الدرور لي اوت؟ لا مش في الكونتنت مين، رجع لي الاكتيفيتي اللي اسمها الناف هيدر، كنا حاطينها في الناف هيدر اعتقد، حتى في المين الناف درور في المين، في المين نرجع الاكتيفيتي اللي هي مين. مظبوط، اهي اول واحده، هي اول واحده، خلاص الناف درور بتاعتنا اهي مظبوط. كان اسمها درور اندرسكور لي اوت اللي هي اصلا اللي عامله الليله كلها تمام. وتحتها الكونتنت مين اللي كنا بنادي عليها والناف فيو. ماشي، فكده هو عرف ان ايه؟ ان ده كله هيبقى ليه، الدرور كله هيبقى ليه توجل بطن تمام مع التول بار. يبقى عرف التول بار هيربطها بالدرور لي اوت كله في الاكتيفيتي دي. دي الفكره تمام، في الاكتيفيتي دي. طيب في حاجات خاصة بالشرح بتاعها بالديسكريبشن، انا هديها الاثنين زيرو. يعني هو الاوبن درور كونتنت ديسكريبشن ريسورسز والكلام ده هديها دلوقتي زيرو زيرو، مش عايز يعني امتى تاوبن وامتى تقفل، هديها الديفولت بتاعها الاثنين زيرو. يعني بظبط هنا فكرة الايه؟ الكونتنت يفتح يقفل، هدي الاثنين زيرو مقفولة كلها. خلاص هي تبدا التوجل بقى هو اللي ايه؟ هو اللي ينقل ويسويتش لوحده. فاروح على الدرور لي اوت اللي هو خلاص بقى متظبط فيه كل، ربطت في التوبي كده كل القصه. فالدرور لي اوت هقول له اد درور ليزنر، عايزك بقى تستمع تحس لمين؟ قلت له التوجل اللي انا ظبطته لك فوق. فالدرور لي اوت اد درور ليزنر، هتستمع لمين؟ للتوجل. هيبقى متعامل مع التوجل، التوجل يدي له اوبن يفتح، يدي له كلوز يقفل، خلاص هو اوتوماتيك هيبقى خلاص معاه مظبط نفسه على اون اوف. النافيجيشن فيو، الناف فيو اللي كانت تحت الدرور، خلاص هقول لها سيت نافيجيشن ايتم سيلكتد ليزنر، سيت نافيجيشن ايتم سيلكتد ليزنر، خلاص ده فين؟ في الناف فيو، في الناف فيو بتاعتي. انا كنت المفروض ادي قبليها اصلا التوجل، هقول له دوت سينك ستيت عشان يسينك بقى، يبقى دايما مستمع للحاله بتاعته، يعني دايما يظبط على الحاله. يسينك الستيت يعني يبقى بيتابع الستيت بتاعتك تمام. هسيبك دلوقتي من الناف فيو ديت دلوقتي عشان بس هوريك دلوقتي هنكملها، بس انا عايز اشوف دلوقتي الدنيا وصلت لغايه ايه. زي ما احنا شايفين ادي الايه؟ ادي الشكل العادي اللي احنا كنا وصلنا له قبل كده. طيب هقول له بقى الناف فيو وهقول له سيت النافيجيشن ايتم سيلكتد ليزنر، ادي له ايه؟ ذس، بس هعمل له اوفر رايد لميثود اساسيه، عايز اعيد تظبيطها بحيث تبقى شغاله بالاسلوب الجديد اللي هي اون نافيجيشن موجوده. قلنا نافيجيشن ايتم، لا مش موجوده، قلنا نافيجيشن ايتم سيلكت او سيلكت ايتم مش موجوده. يبقى كده معناه ان انا لازم استدعيها في الكلاس، في الكلاس نفسه يبقى مستدعيها.
لان هو كده الكلاس ده نفسه مش شايفها. طب هكتب الفانكشن واطلع انا ازود الايه في الانهيرتنس بتاعت الكلاس يعني عشان يقدر يشوفها. فقلت اوفررايد فانكشن اون نافيجيشن اهو هنا كده فوق في الكلاس من اكتيفيتي هو وارث من الاب كومبات اكتيفيتي تمام؟ مظبوط تمام. انا ممكن اعمل له ايه؟ طيب انا محتاج كمان ايه تاني غير الاب كومبات اكتيفيتي؟ اعمل كوم خلاص بعديها واكتب اسم الايه؟ اسم النافيجيشن بتاعتي عشان يبقى عارف ان هو المين اكتيفيتي فيها نافيجيشن فيو بلس ان هي اب كومبات اكتيفيتي عليه خلاص. وبعديها ابدا اشتغل على الايه؟ على الحاجات اللي جواها. فهقول له ايه؟ نافيجيشن فيو دوت اون نافيجيشن ايتم سيلكتد ايه بتاعتنا. فدلوقتي الاون نافيجيشن دي ممكن اخلي دلوقتي الكود بتاعي يشوفها. طبعا لما جيت قلت بقى الناف فيو دوت سيت نافيجيشن ايتم سيلكتد ليزنر بقى شايف تمام بقى شايف. طيب عملت اوفر رايد للفانكشن اسمها اون نافيجيشن ايتم سيلكتد هخليه ايتم. فكده ده بقى ايه؟ كل ما يدوس على اي ايتم في النافيجيشن الفانكشن دي بتفاير. قلنا نافيجيشن ايتم سيلكتد اي نافيجيشن ايتم موجود عندي سيلكت عليه الفانكشن دي تفاير. الفانكشن دي هت ايه؟ هتفاير وتبعت لي الايتم اللي اتداس عليه وبناء عليه هعرف هو داس على ايه وبناء عليه هبدا اعمل الشغل الثاني. فانا هعمل الشغل الثاني دلوقتي ايه؟ هطلع توست بس اوريك هو داس على ايه بالظبط وبعد كده يبقى نكتب بقى الكود اللي على مزاجنا. فانا في التوست ديت اقول له ميك تكست على ذس واقول له الايتم دوت ايه التايتل بتاعه يعني هجيب التايتل بتاع الايتم اللي داس عليه تمام كده؟ وهدي له الديوريشن بتاعته توست دوت ايه اللينس ادي له لونج عشان هنشوفها واقول له دوت شو بس. طبعا ممكن نعمل بقى ايه وين وبتاع ونظبط لما يكون ايتم كذا نعمل كذا ايتم كذا نعمل كذا بس انا دلوقتي بس هعرفها لك عشان اوريك ان ايه بدات استجيب للايه للايتمز اللي بيدوس عليها كويس جدا. وبعد كده بعد ما داس انا عايز اعمل ايه؟ اقول له الدرور لي اوت اللي على الشمال ده مفتوح انا دوست اعمل له بقى كلوز بقى درور خلاص هو طبعا داس على الايتم يقفل صح ولا ايه؟ فقلت له درور لي اوت دوت كلوز درور والجرافيتي بتاعتي جرافيتي كومبات اديها مثلا ايه؟ اديها ستارت هياخد مكان الوضع بتاعه الاساسي. فكده ايه؟ لما دوست على الايتم هيعرضه لي وايه؟ ويقفل الدرور ويرتم ترو عشان طبعا الفانكشن دي بتاخد يا ترو يا فولس يعني. فكده هو المفروض يبدا يشتغل معايا. فانا هبدا اعمل ران ماشي هو كده ما ظبطش معانا حاجه ان الاكتيفيتي اللي اسمها مين مظبوطه هي مظبوطه الاكتيفيتي مين هي اللي بتفاير هو المفروض طبعا يعرض لي ادوس على البروفايل بيضرب طبيعي المفروض ان هو كان يطلع المسج بس كده احنا عندنا غلطه نفتح كده نشوف الرن ونقرا كده رساله الايرور طلعت لنا الجميله دي في المين اكتيفيتي ادوس عليها قال لي وانا بعمل ايه الجرافيتي ستارت ضربت من الجرافيتي اللي موجوده في الدرور لاي اوت تقريبا احنا كنا نو درور فيو فاوند في جرافيتي ليفت ارجع بقى اشوف الدرور بتاعي اشوف الجرافيتي احنا حطيناها ولا نسيناها اعتقد هي كنا ما كانتش جايه ما كانتش معروضه صح واحنا بنكتب انا ما اتذكر يعني ارجع كده فوق فين هي الدرور بتاعتي؟ مش موجود خلاص فانا هاجي نوت واقوم جاي قايل له ايه لي اوت اندر سكور جرافيتي مش موجود جرافيتي مش موجود طب هكتبها كده انا جرافيتي ونجربها يعني هكتبها مانوال هي مش موجوده اهي فاروح على الدرور لي اوت انكلود عشان بس تبقى انت عارف انا واقف فين بالظبط وجوه الايه النافيجيشن فيوز نفسها وفي النافيجيشن فيو لازم اديها اندرويد كولون لي اوت اندر سكور مش جايه جرافيتي هكتبها كده يدوي واشوف واجرب معاها جرافيتي لي اوت اندر سكور جرافيتي واديها الستارت عشان تبقى النافيجيشن فيو جاهزه للايه للعمل يعني واعمل ايه ري ران تاني تمام بقت مفتوحه اهي لما ادوس عليها بقت تطلع لي الايه الليست اهي ملوس بيطلع لي بروفايل طبعا الديزاين مش مظبوط هظبط لك ان شاء الله بدوس على ايكون بدوس على مسجز بتطلع مسجز صح؟ طيب
لما بدوس المنيو بتطلع، بدوس بتتقفل المنيو كله مظبوط زي الفل، بس الديزاين بتاعنا في الكونتنت مش حلو. نظبطه، نحاول نظبطه. اخش على الناب هيدر اللي فوق. لا مش عايز الناب هيدر، انا عايز الاكتيفيتي بتاعتي. ارجع للاكتيفيتي اللي هي الرئيسيه. كنا فين؟ اللي هو بقى اللي في النص دي مش مظبوطه، مش ظابطه معانا ليه؟ انا هنا ظابط الويدث، كنت عامله راب. لا الويدث يبقى بالعرض بالكامل. الهايت هو اللي يبقى الراب كونتنت ده في الاب بار، تمام؟ العرض يجي بالكامل صح؟ واللي يبقى البتاع دوت يبقى على قده بس. احنا كنا عاملين عكس. ايوه طلع هو خد العرض كله وبقى على قد. خلاص افتحه، طلع لي الايه؟ البروفايل اهو بيظهر لي. خلاص ادوس المسج بتطلع كده اهو. نافيجيشن درور بقى، انا جاهز ان انا ايه؟ ابدا ابرمج فيه زي ما انا عايز. نافيجيشن بتاعي كامل.